مدرسة جميلة تعرف حولها. أصدقائي أصدقاء سنة، ما زلنا نتابع معكم تغطية مهرجان الطفل الثقافي السابع. فراشة جميلة تعرف حولنا. بأطيب الجنان. سنة 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 أحبها أنا. أنا فراشة جميلة تعرف حولنا. سنة 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 أحبها أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ سلطان سعد الذبياني، فني طبي طوارئ وكوارث. ما هي مشاركتكم في المعرض؟ طبعا زي ما انتم شايفين المعرض اللي موجود عندنا هنا معرض توعوي وتثقيفي لأحبائنا الأطفال ولعوائلهم ولأي شخص يبغى يستفيد في مجال الإسعافات الأولية ويأخذ معرفة كافية عن الأشياء اللي موجودة في سيارة الإسعاف. طبعا المعرض اللي موجود هنا معظم الأدوات اللي موجودة عندنا في المعرض كلها داخل كابينة سيارة الإسعاف اللي بنشوفها فين؟ بنشوفها في الشارع، وبيشوفها الأطفال في الشارع بيستغرب بيسأل إيش هذه السيارة اللي طالعة نازلة وهي عربة إسعاف. فالطفل إحنا بنعلمه بنحفظه على الرقم 997 اللي هو رقم الهلال الأحمر السعودي في المملكة العربية السعودية، بحيث أن الطفل هذا لا قدر الله حصل عنده أي أمر طارئ في البيت وعنده أخته الصغيرة وعند أي شخص عزيز عليه يستطيع في الظروف هذه أنه يتصل على الهلال الأحمر السعودي على الرقم هذا 997. إحنا كان عندنا مشاركات قبل يوم أو يومين اللي هي عبارة عن رسوم للأطفال، رسم الرقم 997 هذا بيلون ويرسم ويحفظه مزبوط، وكمان بيلون سيارة الإسعاف اللي بيلونها وبيرسم الرقم هذا بنعطيه هدية من عندنا. من هذا المستلقي هنا؟ طبعا المستلقي هذا نموذج لشخص مصاب، بنبين للجمهور وبنبين للأطفال وللناس اللي بتشوف الحوادث وبتشاهدها إنه مو أي شخص باستطاعته أن يحرك المصاب من سيارته أو يطلعه من سيارته. زي ما انت شايف المصاب هذا أو النموذج هذا اللي موجود عندي هنا مثبت تثبيت كامل، يعني كأنه خارج من طلعه من سيارته بتثبيت كامل. ليش؟ علشان نوعي الجمهور ونوعي الأطفال ونوعي أي شخص يبغى يتعلم مجال الإسعافات الأولية على أن الأمر هذا ليس سهل أو مو يعني بالشيء السهل أنه بيطلع مصاب ويحركه من سيارته. لا، اللي موجود أمامك الآن نموذج متكامل عن مصاب تعرض لإصابة في الرقبة وتعرض لإصابة في الظهر، فبالتالي الإسعاف أو الهلال الأحمر السعودي والفريق الإسعافي اللي بيباشر الحوادث والحالات بيطلع المصاب بالشكل هذا إليه برا الأمان، وبالتالي ينقلوه إلى المستشفى ويعالجوه داخل عربة الإسعاف حتى الوصول إلى المستشفى. شكرا. عفوا. بالحب والهنا. سنة 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 أحبها أنا. فراشة عطر الربيع كحل المنى كحسن الوجود صراحة ولنا كوجه الحلا الشبية تطيب سنة تطيب لنا تطيب سنة. أحبها أنا. راح البسر يفيض علينا لما الخارة قد زارتنا. راح البسر يفيض علينا لما الخالة قد زارتنا. طاب وطاب سرور اليوم طاب وطاب سرور اليوم. إن الخالة إن الخالة مثل الأم. كرتي تقفز في الأجواء كرتي تسبح فوق الماء كرتي لا تخشى الضربات نتلقاها بالضحكات وسؤال يقفز في ذهني هل كرتي هي أقوى مني وسؤال يقفز في ذهني هل كرتي هي أقوى مني. عصفوري في الجو يطير يعلو فيه مثل أمير. عصفوري في الجو يطير يعلو فيه مثل أمير. يتهادى فوق الأشجار ويغني أحلى الأشعار وسؤال يقفز في ذهني هل عصفوري أقوى مني. أحبها أنا أحبها أنا.
عمري ينبوع من حبي والحب يفيض من القلب. عمري ينبوع من حبي والحب يفيض من القلب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. لله لأمي للدنيا للناس وأهلي والصحب. عمري ينبوع من حبي. عمري ينبوع من حبي. بالحب والهنا سنة 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 أحبها أنا. فراشة جميلة تلف حولها.